انا الراي ديالي اختي مليون في المية ان خليل وسيت خاصو يمشي بحالاته، يعطينا اتساع، فهمتي؟ حاجه داك السيد ما عطانا حتى شي حاجه وما عطانا حتى شي اضافه للكره المغربيه نهائيا. هذاك السيد بعدا اصلا في التصفيات ديال كوب دافريك داز بالدعاء حيت كيدخل في المغرب، فهمتي؟ الي روتور في المغرب، الي روتور في المغرب، دازهم من الاولين، من وراها مشينا كوب دافريك مغرب ضعاف بزاف، لا اداء لا نتيجه، فهمتي؟ كان هزنا اختي اشرف حكيمي ديك الساعه، من موراها جات اقصائيات ديال كوب ديموند، اقصائيات ديال كوب ديموند لعبنا مع الكونغو، منتخب اللي ناقص تنافسيه بزاف، اصلا هو ما شاركش في كوب دافريك، ودزي، كنت حنا اختي مع السنغال ولا شي منتخب واقف بديك ليكيب ديال خليل وزيت راه ما غنديروا والو اختي باش تعرف. خليل وزيت مدرب ضعيف بزاف، علاش؟ شاد ضد مع الدراري، واش اختي حكيم زياش من لي توب اللي في العالم كامل، تيشيلير في تشيلسي ما تعيطش ليه، مزراوي، اريال دروا، وتزيد حكيمي ليلي، علاش ما تعيطش لمزراوي؟ ونقولوا الحمد لله هداف ديال السعوديه التاريخي، علاش ما عيطش ليه اختي؟ هادشي ظلم، واش هذا عكس؟ واش هذا ضد؟ اقل لعاب كاع ليلي اللي كيسوق عوازه كون عيط لها الكوب كون عيط لها مع الكونغو كون شي الضحك هو وسفيان الرحيم. السيد عنده تجربه في لافريك وبزاف د الحوايج، علاش؟ هو عرفتي لما كعيط؟ كعيط على داك لوزا لا بيستاجا اكاجو، تسير ما تضحكش على الناس، راه تيضحك عنا اختي هذاك المدرب، والله الله ياخذ فيه الحق، راه تيضحك عنا، راه المغرب كامل باغي يمشي بحالاته، باش ما ينافقوش شي واحد. وكيعرف الجمهور المغربي، واش شي المغاربه صاحبي؟ المغاربه راه هما اللي هزوك كتعاير فيهم، هما اللي صبروا معاك، هما اللي بزاف د الحوايج، صبروا عليه صبروا عليه، وصبرنا عليه بزاف اصاحبي، راه ما كاين لا اداء لا نتيجه، راه ضعيف، راه مدرب ضعيف، راه غنشوف كوب ديموند غنديروا الضحك، والله شي غنديروا الضحك مع هذا المدرب. عيط على الدراري المزيانين، عندك واحد خمسه الدراري رجعهم اخويا ولا سير بحالاتك، اللي جا غيخدم، شتي المغرب اللي جا غيخدم اختي. اي واحد اي مدرب كما كان غيجي يكون عامر ليه السيفي شويه غيخدم، حيت المغرب بون ايكيب عندهم منتخب زوين، خاصهم غير الدراري، هذا ما كان اختي فهمتي، خاص غير يرجع حكيم زياش، مزراوي، حمد الله، والرحيمي، صافي وشي دومي سونتر رقيقي وانت بخير، اما بهادشي اختي راه ما غنديروا والو. انا الراي ديالي لما شاف المدرب انا راه خاص كاع كلشي يتبدل، كلشي يتبدل من الجذر ديالو. الصاف كلشي يتبدل، لا رئيس الجامعه ولا دوك اللي معاه خدامين معاه ولا كلشي، حنا كنخسروا 88 مليار في 88 من 88 لمعرفت من شمن سنه، وحنا كنخسروا هذا الملاير والناس ما لقات ما تاكل، والناس ما لقات حتى فين تسكن، الناس راه كيهزوا هنا الطارو ديال الزبل حشاك وتياكل تيجيب مخبز ياكلوا منه، وهذا الملاير كتمشي فيه كتمشي، الشعب راه ضايع راه كتموت الناس، راه الناس كتموت. انا نقول لك وكل انا الراي ديالي هو كل شيء يمشي في حالته، يتقرط كل شيء يمشي في حالته ويديروا لنا، حنا بغينا ود البلاد، ود البلاد، ود المغربي، بغينا ود البلاد، حتى الا غيدي الفلوس راه ود البلاد، راه فلوس ديالنا ديالو هو بحال بحال. اما باش تجيبني اجنبي ب 80 مليار ما عرفت شحال مقيوم، تيرانات كيتصابوا ب 22 33 مليار، والناس عباد الله كتموت بالجوع، راه حرام عباد الله. يعني انت مع سيدي انا يمشي ماشي يمشي عا هو يتقرط كلشي يمشي يحيد بهذا المفهوم الدارجي كنقول لك انا يتحيد من الجدر كلشي يمشي في حالاته حيت خصنا المحاسبه راه ماشي يمشي في حالاته وخصنا نتحاسبوا مع دوك الناس فين مشوا هاد الفلوس اش داروا بها اش داروا بها راه هذا هو المشكل اللي كاين عندنا في المغرب هنا واحد كيجي كياكل كياكل ياكل 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 تقول له اعفي يوفين داك الشيء اللي مشى فين مشى هذا هو الكارثه عندنا في المغرب، حنا خصنا المحاسبه. المحاسبه ديال كل واحد يتحاسب على داك الشيء اللي دار، والسلام عليكم. اولا سمح لي ماشي مدرب، المكلف بالفرقه اللي تيدخلها بحال اي واحد نقدر نمشي انا ناخذ اللعابه ونقول هذا زين توقف انت هنا وانت وقف هنا وانت وقف هنا، هو هذاك المدرب اللي كاين، هذاك اللي مكلف كاين ماشي مدرب. المدرب راه تيكون بخطط ديالو تيعزل اللعابه اللي خاصهم يستحقوا يمشيوا. هذا تيختار اللي يبغى. تيجيب ناس ما تيلعب ملاعبينش كاع تيجيب ناس ما يعني لا راشق لي عليهم ودوك اللي معلمين عندنا حنا كاملين معلمين في العالم
الرقم واحد وجوج ثلاثة في العالم مغاربة ما تيلعبوش معنا حنا. علاش؟ ما عرفتش علاش. علاش؟ حيت مرشق لي واحد ما بغاش يشرب الماء، واحد ما عرفتش، واحد قال لي وانت الا كان هو مدرب بحال اللي تيقولوا سميتو خصو يعرف كيفاش يجلب اللعاب وكيفاش يتصاحب مع اللعاب وكيفاش يلبس اللعاب باش اللعاب يولي تحت الإمارة ديالو ويقول ليه يدير. دونك هذاك ماشي مدرب، خصنا مدرب اللي تشوفوا او موا في الفلاميطا. يعني المدرب تيبان لك فلاميطا، تيبان لك بدل اللعب، تيبان لك بدل اللعابه هما تيبدلوا غير لي بوست يلعبوا لي جو، تيوليو لك فرقه، تتولي لك فرقه اخرى. هذاك هو المدرب، وبيان تيبدل لها شونجمون واحد ولا جوج تيقلب الريزلتا. هذا حرام عليه. طيرنا مع مصر ذاك النهار لا كوب دافريك ديالنا، عطينا الحدين الاخرين اللي كان هو ديالنا حنا، كنا نربحوا مصر ومشيو للفينال، ولكن حيت ماشي مدرب ما درناش. والكاليفيكاسيون ديال كوب دي موند راه واقيلا كون مشى ولدي الصغير، كون مشى ولدي الصغير يدخل دوك اللعابه كانوا غير يربحوا ديك الفرقه، فرقه راه ضعيفه يعني، ماشي دار شي نتيجه ان بروغري ولا شي حاجه باش لا. هذيك راه كنا حنا عارفين ملي حنا فرحنا كون قلنا الله طحنا مع هذيك الفرقه، يعني راه ما طحناش مع الفرق الاخرين الواعرين. الحمد لله تحنا مع ديك الفرقه ودزنا، ماشي هو اللي دوزنا، دازت الفرقه بوحدها. ونتمنى على الله انهم يصيفدوا قبل ما يجي كوب دي موند، يمشي يديرنا تواشوها ولا شي حاجه ما صالحش. وفي الاخر راه شبع فينا سبان ماشي في اعلان، في المغرب كامل، معايير المغاربه كاملين، لان هذوك الفئه اللي كانت في التيران تتمثل المغرب كامل. عاير هذوك اللي كانوا في التيران كاملين، يعني عايرني انا في داري، عاير الوزير، عاير كاع الحكومه، عاير المعارضه، عاير الشعب، عاير كل شيء. خصو يمشي بحاله، ما احترمش الشعب، ما احترمش المغرب. الا كون كان مدرب يعني كيف تيقول هو مدرب، كان واخا يعايروا ما يكونش عنده رده الفعل. ملي هو تكون عنده رده الفعل هكا، اللاعب اللي داخل وتيجري وداك الشيء، كيفاش كان يكون عنده رده الفعل؟ ونتمنى على الله ما نشوفوش في الكوب ديمون ان شاء الله.